بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربى. الإخوة الأكارم والأخوات الكريمات المرابطين على ثغور الأقصى الشريف، أحييكم وأحيي هذه الحمية الإيمانية التي إن دلت على شيء فإنما تدل على عمق الإيمان في نفوسكم وتجذر الانتماء لهذه الأرض المباركة وهذه القضية التي كانت ولا زالت وستبقى ملهمة للأجيال طالما تعاقب الليل والنهار. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما زالت الآيات تحدثنا عن من كان قبلنا تحفيزا واقتداء لنكون على شاكلتهم في صون الدين والذود عن مقدساته. ليختم ربنا الآية بأنه جل وعلا يحب الصابرين، فأي فوز وأي كرامة وأي رفعة إذا شملتنا محبة الله عز وجل. هذه الجائزة الحقيقية الكبرى، ولأن الصبر لا يكون إلا في الشدائد، فعندما تمتحن الرجال والنساء وعندها ننال وعد الله الذي جاء بالقرآن الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إخوتي وأخواتي، نحن نشهد ليالي مباركة وأيام جليلة، فلتكن نفوسنا مليئة بالأمل والتفاؤل، ولنبتعد عن المرجفين والمتشائمين والمطبعين، ونمضي في عباداتنا الشعائرية، ونركز بجد على عباداتنا السلوكية والتعاملية، لنخرج من رمضان وقد حققنا قفزة سلوكية نحو مزيد من الاستقامة في ضبط الدخل والشهوات، ومزيدا من القربات من خلال العمل الصالح، لعل الله يرحمنا. ونحن نؤسس لجيل قادر على استعادة الحقوق من العدو الغاصب الذي شتت شملنا، والله عز وجل سينصرنا عليه إن شاء الله. أعلم أننا جميعا نتطلع إلى نصر قريب، لكن قوانين الله لا تحابي أحدا، إنما هي محققة لا محالة، محققة لا محالة، لكنها تتأخر لنقص في الإيمان أو خلل في الاستقامة أو لحكمة بالغة، وهي في تأخرها تفرز الخبيث من الطيب، وتضع كل نفس أمام واقعها الحقيقي دون مواربة. فلنجدد العهد مع الله، ولنتمثل وصية الله لسيدنا عيسى عليه السلام عندما قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فالصلاة علاقة مع الخالق، والزكاة إحسان للمخلوق. بارك الله بهذا الجمع الطيب، ونفع بكم وزادكم من فضله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.